اخواننا نحن هون في المخيم بسبب العاصفة الثلجية اللي بلشت في اليسار عندنا الوضع كثير سيء، في خيام وقعت على اهلها كثير. ونحن قمنا ساعدنا هون يعني كم شبهون في المخيم، ساعدنا الناس اللي وقعت الخيام عليه هون على الاولاد على العيال على كذا. اخي بنركز على شغلتين يعني مهمات كثير، انه انقطعت عنا الطرقات، ما عاد نحسن لا نطلع ولا ندخل يعني، وكمان خبز ما في عنا. نتمنى انه هالشيء انه الناس مثلا اللي عم يسمع صوتنا يفتح الطرقات يظبطوا لنا وضع خبز تدفئه كذا. كنا نايمين تحت الخيمه طبيت عرب في اطفال في حريم وكذا، الصوبه كان كمان احترقت الخيمه كلياتها، الثلج تراكم الثلج قلبت ما وقت تتحمل حتى شقفت الخيمه، طلعنا حتى نمنا عند الجيران نايمين في هالليل وصارت تلج الدنيا، ولا عندي حدا يعني ولا عندي حدا، وجوزي موهون وهو جوزي مريض وابني مريض، ولا بقدر اطلع لبرا ولا بقدر شيء، صارت تتلج علينا الدنيا وقامت وقعت الخيمه علينا نحن ونايمين. دشيت وطلعت نمت بيت الجيران وشوفوا هاي حالتنا، ولا معي مصاري يعني اشتري خيمه، يعني لو معي مصاري كنت حكمت ابني. بهاللي جاني الثلج وقعت علينا الخيام، حطب ماب وتدفئه ما عدني، يعني حالتنا حال الاولاد بلوي الوضعهم، يعني مرت علينا ليله بحياتنا ما ذقناها ابدا، يعني حقيقه مو انه يعني لا فزحنا على بعضنا شوي، يعني اللي عنده بيت صامت حطينا العيال يعني عنده، فهمت علي شنو؟ واكثر الخيم وقعت، اكثرها يعني الخيم وقعت بالارض من سماكه الثلج وصعوبته يعني.